اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن وقفه امهات المختطفين للمطالبه بالافراج عن ابنائهم. طالبت رابطة أمهات المختطفين بمدينة عدن الحكومة والتحالف بإنقاذ أبنائهن المضربين عن الطعام في سجن بير أحمد، وأكد بيان للرابطة أن المعتقلين دخلوا في إضراب منذ أسبوع احتجاجا على استمرار اعتقالهم دون توجيه لهم أي تهم، مشيرا إلى أن بعضهم لا يزال محتجزا رغم صدور أوامر بالإفراج عنه من قبل النيابة العامة. وناشد بيان الأمهات الجهات الحكومية المختلفة والجهات المعنية بحقوق الإنسان إنقاذ المعتقلين تعسفا وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية ونيل كامل حريتهم. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: مصير المعتقلين والمخفيين قسرا في سجون التحالف، وأسباب ودوافع الجهات المختصة لرفض الإفراج عنهم. قبل أن نبدأ باستقبال ضيوف هذه الحلقة، نذهب لمتابعة التقرير التالي للزميل عبد الرقيب الأبارة. أين المخفيون قسرا؟ سؤال لطالما وجهه أهالي المعتقلين والمخفيين إلى الأطراف المعنية في العاصمة المؤقتة عدن. أما الجواب فهو الصمت، وبعض الأحيان يصل إلى الاعتداء على السائلين. فعلى الرغم من الوقفات العديدة التي نظمتها رابطة أمهات المختطفين للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن المعتقلين في سجن بير أحمد الخاضع لسيطرة القوات الموالية للإمارات، إلا أن دعواتهن لم تلقى استجابة. كان التقدم الأبرز هو ما جرى خلال الأسابيع الماضية، حين استقبل قائد القوات السعودية في عدن العميد مجاهد العتيبي وفدا من الرابطة، واعدا بإيلاء قضية ذويهن مزيدا من الاهتمام. لكن تلك الخطوة لم تترجم على أرض الواقع، شأنها شأن الوعود التي تلقتها الرابطة منذ بدء نضالها في المطالبة بالإفراج عن المعتقلين منتصف العام 2016. هذه المرة دعت الرابطة الأهلية الحكومة والتحالف للضغط على القضاء والنيابة للنظر في قضية المعتقلين الذين بدأوا إضرابا عن الطعام منذ الخميس الماضي، وأيضا للضغط على سلطات السجن للإفراج عن ذويهن أو تقديمهم للمحاكمة. الرابطة تتهم سلطات السجن بإخفاء مخفيين قسرا واعتقال آخرين ضاربة عرض الحائط بتوجيهات النيابة العامة الصادرة في مارس من العام الماضي، والقاضية بتقديم بعض المعتقلين إلى القضاء. وحسب منظمات دولية حقوقية منها هيومن رايتس ووتش، فإن العديد من مرافق الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية لا تزال تمنع أهالي المعتقلين من زيارة أبنائهم، وهو الأمر الذي يثير مخاوف كبيرة حول ظروف اعتقالهم ومصيرهم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي، ومعنا أيضا من عدن رئيسة رابطة أمهات المختطفين أمتة السلام الحاجة. أبدأ معك سيدة أمتة السلام، ما الذي يزعج السلطات الأمنية في عدن من وقفات الأمهات وذوي المختطفين، وكيف يتم التعامل معهم في هذه الوقفات؟ حياكم الله. كثرة الزن على الشخص تتعب الآخرين، فنحن الأمهات يقفين كل فترة وفترة يطالبين بمطالب حقوقية وسليمة ومشروعة، ومن حقهن أن يقفين، ومن حق هذه السلطات أن تسمع يريدن الأمهات. يا عزيزتي، المماطلة التي حصلت لهؤلاء المعتقلين تعسفان من قبل السلطات القضائية والسلطات الأمنية الموجودة في عدن شيء ينبع له الجبين. المفروض أن هؤلاء الناس يحاكموا، وقد عرضت المحكمة على أساس أنه تعرض على المحكمة الجزائية، والمحكمة الجزائية هي التي تبث، لكن القاضي قاضي المحكمة الجزائية يطلب التأمين له، لأنه قضايا جسيمة كثيرة مش بس هذه، فهو يطلب أن يؤمن في داخل عدن مبنى خاص ومدرعة وغيرها لأنه مستهدف.
وضاعت الأمهات وضاع الناس هؤلاء بين هذه المطالب، مطالب القاضي تجاه وزارة العدل والقضاء الأعلى لمطلب القاضي الذي يريده. ألا يوجد هذه مشكلتنا، مشكلتنا واقعة بين هؤلاء الناس. ألا يوجد جهة ثالثة يمكن أن تقف بين الجهتين وتأمين المطلب أو بخروج بحل لتوفيق المسألة بين الجهتين؟ ما الحل برأيك؟ الحل أنه إذا ما حصلش تأمين للقاضي، على القاضي أن يعبر ويتكلم ويصدر أمر من مكانه، أمر عادي يعني ورقيا، ويرسله للجهات الأمنية، مش شرط الله يجلس في مكان. هذه واحدة من الحلول. الحل الآخر أنه التحالف ما دام موجود وبرعاية السعودية يتم الضغط على هؤلاء الجهات، باعتبار أنهم الآن اللي ضابطين الأمن في عدن على ما يقولوا ومتصرفين في الموضوع. ولذلك وقفات الأمهات كانت أمام مقر التحالف من أجل البت في هذه النقطة. نعم، إذن سيدة أمت السلام، اسمحي لي لأن أذهب إلى سيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. مرحبا بك سيد توفيق، سمعت لحديث السيدة أمت السلام التي اختصرت المشكلة. كيف يمكن حل مثل هكذا إشكالية؟ هل هنالك أي جهات ربما يمكن أن تتدخل لحل مثل هكذا إشكالية، وأيضا يعني قانونيا حماية القاضي من من؟ من هي الجهات التي تهدد أمن القاضي؟ مساء الخير لك ولضيفتك الكريمة ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. اليوم احنا يجب ألا اليوم ألا نتحدث عن إشكالية موجودة في عدن، احنا اليوم يجب أن نتحدث عن جريمة اختطاف، جريمة عدم تنفيذ الأوامر القضائية، وهذه جرائم منصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية اليمنية. اليوم الجهات سواء كانت تابعة للحكومة الشرعية أو كانت تابعة للتحالف العربي، اليوم هي مسؤولة مسؤولية قانونية وأخلاقية ودستورية عن المناطق التي تسيطر عليها، خاصة مدينة عدن، المخفيين قسرا أو حتى المعتقلين تعسفا والذين صدر بحقهم أوامر قضائية. نحن اليوم أمام جريمة مركبة، هذه الجريمة الأولى متعلقة بجرائم الاعتقال التعسفي وجريمة الإخفاء القسري ثم جريمة عدم تنفيذ أوامر القضاء. اليوم الجهة الوحيدة القادرة اليوم هي الجهات الخارجية التي يجب أن تمارس الضغط على هذه الجهات، وأيضا الفعل الشعبي الموجود على في الشارع. وأعتقد أن ما تقوم به رابطة الأمهات هو فعل يرتقي إلى الأفعال العالمية التي يجب أن يقدر ويؤخذ بعين الاعتبار ويسلط عليه الضوء بصورة كبيرة، لأن اليوم النضال والوقفات التي تقوم في عدن وفي غير عدن مثل الذي اليوم يعني يصارع في الصخرة. نحن أمام جهات متعنتة، وصلتني أحد الرسائل من رابطة إحدى الأهالي التي أخفي عنها أحد أقاربها قسرا، تقول بأن الوسيطة المندوبة بينها وبين التحالف العربي توصل لهم رسالة مفادها أن التحالف العربي غير مسؤول عن هذه القضية لمجموعة من الإشكاليات، ويعتبر أن الجهة أو اللجنة التي كلفت من قبل الحكومة الشرعية هي المسؤولة، وهذا يحتاج إلى جهد إلى غير ذلك. أنا أعتقد أن اليوم هؤلاء كلهم مساءلون وكلهم شركاء في الجريمة، من قام بالاعتقال، من يتستر على المعتقلين، من يماطل في تنفيذ أوامر القضاء، والمجتمع الدولي الذين اليوم ذهبوا إلى ستوكهولم وغير ستوكهولم تحدثوا عن كافة المعتقلين وأهملوا المعتقلين في محافظة عدن. اليوم نجد أن الأهالي أو ممثلين في الرابطة يتحدثون عن مطالب معقولة ومطالب منطقية ومطالب حضارية، هم لا يريدون أكثر من إحالة أبنائهم إلى القضاء لمحاكمتهم وتنفيذ أوامر القضاء. ماذا يريدون أكثر من ذلك؟ هل يريدون الناس يتحولون إلى جماعة عنف للمقايضة كما يحدث في بقية الأماكن؟ نحن للأسف الشديد يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها.
أمامنا جريمة في عدن حدثت جريمة إخفاء قسري، ولدينا جريمة مركبة اليوم جريمة عدم تنفيذ أوامر القضاء. الجميع شركاء في هذه الجريمة، ويجب بالأحرى أن يحال جميع هؤلاء إلى القضاء، لأن اليوم المنافذ سدت. إذا كان وزير الداخلية غير قادر أن يعود إلى عدن، وإذا كان الرئيس في الرياض غير قادر أيضا على أن يتخذ قرار، وإذا كان اتفاق الرياض الذي يعول عليه الشيء الكثير اليوم ربما نقول في خبر كان، من الذي سينصف هؤلاء؟ إما تدخل من المجتمع الدولي أو الضغط الشعبي القائم على الأرض. ليس هناك أي حل. أما كل الحديث الآخر هو قضية الاستهلاك. أي قضاء تتحدث عنه سيد توفيق؟ إذا كنت كما وردت أنت بنفسك أن القرار مختطف من الجميع، من رأس هرم السلطة إلى أسفل، سأعود إليك سيد توفيق. دعني أعود إلى سيدة أمات السلام. سيدة أمات السلام، كان هنالك حديث عنكم، التقيتم بقيادة التحالف في عدن، ما الذي نتج عن هذا اللقاء؟ قيادة التحالف عملوا لجنة من أجل المخفيين وليس من أجل المعتقلين. عندنا في عدن عندنا صنفين من الناس، المعذبين والمظلومين، المعتقلين تعسفا والموجودين في بئر أحمد وهذا الذي على أساس أنه تعرض قضاياهم، والمخفيين الذي تم إخفائهم في الأحداث الماضية والآن 4 سنين وغيرهم 3 سنين وسنتين وهم مخفيين. فاللجنة التي شكلها التحالف برعاية السعودية على أساس أنه سيتابع قضية المخفيين قسرا، وإلى الآن ما زالت اللجنة تعمل. وعلى فكرة اللجنة هذه الموجودة المشكلة هي من الأمنيين اللي كانوا مسيطرين من قبل، يعني وكلوا الظالم كيف يخرج الناس الذي أخفاهم هم. يعني هذه اللجنة مشكلة من اللي كانوا مسؤولين أمنيين من قبل، وهم الذي كان لهم يد في إخفاء الناس. إيش يقولوا؟ إحنا أخفيناهم، هيا شلوهم لهم خرجناهم. فما زالت اللجنة تماطل وتماطل. الآن كل يوم يقولوا لنا عادهم متأخرين والبحث جاري ومش عارفين فين الناس. يعني شيء يعني يحرق القلب من صدق، يحرق قلب الأمهات. والله لا تشوفوا الأمهات ما أرحمن، ما عرفش منفذ. قالوا شكلوا لجنة ويقول لهم تمام إن شاء الله هذه اللجنة فيها خير، وكل الأمهات ذهبين لهذه اللجنة وأرادين أن كلهم يتكلمين مع المسؤولين في ذلك الوقت، لأنه جمعوا لهم الأمنيين الذي كانوا موجودين، والأمهات وجهين لهم الاتهام يقولين أنت كنت موجود وابني كان عندك في السجن، وين ابني ذا الحين؟ فالمسألة ما أدريش ما يقدرش واحد يوصفها. والله لا أستطيع أن أوصف الحالة الموجودة في عدن بالنسبة لهؤلاء المظالم، سواء الإخفاء القسري أو المعتقلين تعسفا. هذولا لا رضيوا يحاكموهم ولا وصلوا لهم وقد الأمهات بيقولن يلا حاكموا أولادنا. إيش عدشتوا أكثر من كذا؟ ما هو المطلب؟ إحنا خاضعين للقانون. طيب تعالوا حاكموا أبنائنا، أما يجلسوا الآن في السجون يخرجوا اللي قبلهم واللي بعدهم وأصحاب القضايا الجسيمة وهم جالسين مظلومين، وكذلك المخفيين قسرا لا توجد من حتى لمحة أمل. إن كنتم تواجهونهم بهذه المطالب علنية وصراحة، بماذا يتم الرد عليكم؟ ما موقف الجهات المعنية، نيابة وقضاء وغيره؟ إذا كان هنالك أحكام صادرة من النيابة العامة لماذا لا تطبق؟ أين المشكلة؟ من يستطيع أن يطبق القضاء في عدن؟ من تحملون المسؤولية؟ إذا كان رئيس المجلس القضاء الأعلى عندما دخلنا لا عنده آخر مرة قال لنا خلاص ما دام قد التحالف مسك القضية ابشروا بخير، وهذا هو الحين المسؤول الأول في عدن وغيرها، ننتظر ما يقول التحالف. وإلى الآن لنا أكثر من شهر وإحنا بعد التحالف منتظرين للجنة، ماذا تخرج اللجنة به؟ طلبوا البيانات حق المخفيين، طلبوا الشهاد، طلبوا البطائق الشخصية، طلبوا كل الأشياء، والأمهات وفرين عسى ولعل، ولكن لا حياة لمن تنادي ولا أمل ولا موجود حتى تطمين
اللجنة تشتغل، اللجنة تعمل ليلا نهارا، اللجنة وما قدرت أن تعلم الأمهات عن شخص واحد من المخفيين. نعم سيدة أمت، ما هو تعويلكم على المنظمات الدولية بهذا الخصوص؟ رسالة توجهها للعاملين في منظمات المجتمع المعنية بهذا الخصوص، بما أنه معنا الأستاذ توفيق الحميدي. نشكر من تعاون معنا وناصرهن المزيد من المناصرة ومن الضغط على هؤلاء الموجودين في عدن بأن يتحركوا مع أمهات المختطفين والمخفيين قسرا والمعتقلين تعسفا، لأنه حرام. دائما نحن عند المفوضية السامية لحقوق الإنسان متابعة للقضية وعارفة بالمسألة وتتابع معنا، ولكن لا جدوى من مسألة إظهار ولو كما قلت لكم شخص واحد. أين هو هؤلاء المخفيين؟ أكثر من 50 شخص مخفي، هذا الذي الرابطة وثقتهم، أما غير الموثقين فالأعداد الله أعلم بها. نعم إذا سيدة أمت سلام الحج رئيسة رابطة أمهات المختطفين، شكرا جزيلا لك. إذا عودة إليك سيد توفيق الحميدي، برأيك أنت وبحسب الآليات القانونية كيف يمكن حل هذه المشكلة وكيف يمكن أيضا تلخيص المشكلة؟ المشكلة اليوم أن هذه الورقة تحولت إلى نوع من المزايدة السياسية، كل طرف من الأطراف يحاول أن يتنصل منها أو يتهرب منها أو يستخدمها ضد الطرف الآخر. هذه هي أصل الحكاية، يعني من البداية لماذا اعتقلوا؟ ما هي الجرائم التي اعتقلوا بسببها؟ أن يعتقل الشخص سنة ثم سنتين ثم يتم إطلاق سراحه دون أي تهمة موجهة إليه، دون إحالة للقضاء. معنى ذلك أن نحن أمام مشهد عبثي للأسف الشديد، بالآلام بالأوجاع دون أي اكتراث من قيادات وتمتلك سلطة على الأرض لكنها تفتقد للضمير للأسف الشديد. أنا باعتقادي قصة القضاء ومن يحمي القاضي وتحريك النيابة يعني نوع من الضحك على الذقون. هنالك اليوم في عدن القضاء ماشي، هنالك قضاة يصدرون أحكام مدنية، يصدرون أحكام جنائية، يتم التحقيق في كثير من القضاء. ولو أريد لهذا القضاء أن يحل هذه المشكلة لتم توفير الحماية اللازمة له أو حتى ينتقل إلى السجن. هنالك حالات استثنائية ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية اليمنية بانتقال محكمة إلى مكان آخر لأسباب متعينة، ممكن أن تنطبق على هذه الحالات. لكن نحن نتحدث اليوم عن أن هذا ملف المعتقلين تحول إلى ملف للمزايدة وللعبث السياسي بين هذه الأطراف في ظل غياب في ظل فراغ غير قادر أي طرف أن يملأه حقيقة بما فيها الحكومة الشرعية. نحن نتحرك على مستويات عديدة، نحن في شهر 4 سوف نقدم تقرير مع عدد من المنظمات الأوروبية للمقرر الخاص بشأن الإخفاء القسري والتعذيب في جنوب اليمن ضد دولة الإمارات على وجه الخصوص، حيث هي الجهة التي بدأت أو اعتقل هؤلاء المعتقلون في ظل سيطرتها والجهات القضائية المشرفة عليها. نحن نتحرك في حدود هذا المتاح، لكن نحن في حقيقة الأمر بحاجة إلى تغيير آلية العمل خاصة على المستوى الإعلامي. بمعنى اليوم يجب أن يكون التناول، يجب أن توثق قصص ميدانية، يجب أن تبرز هذه القصص، تتحدث الأمهات، يجب أن تحدث نوع من المكاشفة، يجب أن نشير للمتهمين بعملية الاعتقال، بعملية الإخفاء القسري من خلال الأمهات والأهالي الذين تابعوا أبنائهم في المرحلة الأولى، ويجب أن يشار إليهم بالاسم، يجب أن تظهر أسماءهم إلى غير ذلك، يجب أن يحس هؤلاء أن المجتمع يترصدهم ويطاردهم وأنهم إذا أفلتوا اليوم من العقاب لن يفلتوا غدا وفي المستقبل القريب أصبحوا مكشوفين للعالم. يجب أن تتحرك آلية العمل بصورة واضحة جدا، يجب أن لا تترك الأمهات في الميدان لوحدها.
يجب أن نكون نحن بجانبهم ونعمل مثل هذه الفيديوهات، مثل هذه التوثيقات. يجب أن يكون هنالك تقرير شهري على الأقل من المنظمات الفاعلة الموجودة على الأرض في هذا الخصوص. أنا أعتقد الأمر معقد جدا، وهو انعكاس للوضع، للتعقيدات الموجودة اليوم في اليمن، وتصارع القوى ما بين الانتقالي والتحالف والإمارات وضعف الشرعية إلى غير ذلك. نعم، إذن سيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سامي للحقوق والحريات، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي. كان معي من فيينا رئيس منظمة سامي للحقوق والحريات سيد توفيق الحميدي، وكان معي من عدن رئيسة رابطة أمهات المختطفين السيدة أمة السلام الحاج. شكرا لكم على المتابعة، ونلقاكم على خير. في أمان الله.